de blast et que bête l'émission. Tout de suite, à des nouvelles générations. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak al Hanachi dit ma hadra ma yabdachi. Merci. Dali, Dali Tounsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila tel fariq, hadi yali del asli. Marwan Mouzayen, aqwa mouqalad ya fanan. Ahmed el Ajimi, ma tenseh, la yedouane. Ah, wallah nedouane. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. يا فهم احلى راديو. اهلا وسهلا مرحبا بكم. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل يوم الخميس 24 مارس 2022. تحية لكم كل مستمعينا, شكرا على تشجيعاتكم على مساجاتكم, ان شاء الله نكونوا ديما قد المسؤوليه. واحده واحده في الكيسات, ربيانكم في خدمكم. تنجموا تابعونا على شين يوتيوب اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام. الفريق حاضر في اوج العطاء, بدايه بليدي العسلي. هلو هلو, مرحبا بيك طارق, مرحبا بالعباد اللي تسمع فينا, بالناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اي اف ام تي في. كي تبدا لولا تصلح روحها وحدها راهي. احمد العجيمي القيصر, اهلا وسهلا بجميع مستمعين وفي الجينيراسيون. كالعاده برشا ضحك, برشا جو, برشا ابتسامه في وجوه المستمعين. الجندوبي ذي, اهلا وسهلا ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل, ان شاء الله نعديو ساعه مزيانه على الاخر. يا كهو عاد كمان النطق الرسمي باسم الحسين بوزيان, مروان بوزيان. مونغا تي مونغا سور عاسلامه, مرحبا بكم. هذه شريته بليت غشت لا, هذه نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشره تاع الليل. جوست نحب نسال ايدي علاش تغششت, حسيتك السالو مونغا تي ومونغا سور, حسيت مش كيما العاده. ليه انا كابيتان ديكي شكله اعمق من هكا مروان. اي مشكله قد مكلولانيه ما خلاش قائده الفريق. صحيح مروان مزيان, لا قياده نجم نرجو للفار. لا لا لا, قلت في اوج العطاء بدايه بليدي العسلي, اما تو مش نقولها بقياده مروان ابو زين. مونغاتي عسلامه مرحبا بكم, برشا ضحك يستنى فيكم. مروان, علاقتك بولي صالح لحسين ابو زين شنو؟ ولي صالح موش ولي صالح صحيح صحيح, احنا قاعدين نصحوا في خطا شائع. يا اخي مش بوح حسين ابو زين؟ لا معناه مش رضا ابو زين. لا لا لحسين, لحسين احسن بابا تسمى لحسين بوزيان على المناضل لحسين بوزيان, خاطر جويي 1955 الجلاء الداخلي وقتها في دار ماماتي جاء بورقيبه والبيجي قائد السبسي. والله في دار ماماتي لحسين بوزيان سلم سلاحه في دار ماماتي, نهارتها تولد بابا. اباي يا اخي تسمى بابا لحسين بوزيان على لحسين بوزيان. انا عام هذه جويي 1955, انا من نجم اكد لي تاريخ كمان هكا كان القيدوم, معناها قيدوم الحصه وقيدوم الاذاعه سي البرمخلي اكد لنا الحديث اللي كان يحكي فيه سي مروان ابو زيان. على السلامه سي عمر, ادي بالحوار راك وحدك راك عادي, ما ننسى كلمه كلمه صحيح. حسين بوزيان كان هو معناه منازل, وبوه حسين بوزيان اللي هو نعرفه وخويا الصغير بوه سميوه انا عمو منازل. شنو بابا انت عم مروان؟ شنو يا ولد شكون انت؟ انا لا انا بو مروان بوزيان اللي تسمى على اسم المنازل, نعرفه اللي هو صغير تعرفوا صحيح حكايه البيجي والحبيب. موثقه موثقه بتصور ثواني مروان ما تاثرش عليه. تصور الحبيب بورقيبه والبيجي قايد سبسي الله يرحمهم والبيجي لدغم زيد وزير من اوائل وزراء الماليه. قال لي يا بابا تفضل تفضل. كانوا حاضرين البيجي وبورقيبه في دار بوزيان, كانوا حاضرين في دار بوزيان وقتها مازال ما تولدش, وقتها بوزيان صغير كان. وسي لدغم, لدغم حاضر زاد حاضر. شكون اخر في بنش بيه حاضر؟ لدغم شو اسمه هو البي حسن باشا. البي حاضر البي حاضر. انت من البيات؟ انا كنت حاضر وانا وقتها كبير القاعده اللي هكا اللي قدروني كل وهما مشاو وانت قعدت على قلوبنا. باش قاعد سبسي طفل صغير. اول فقرات البرنامج شنو هي سي برمخ؟ والله اموري. شنو هي اول فقرات البرنامج؟ لا سيدي يلا نمشيو. لو كان لو كان صحيت يا برمخ. اي سيدي ذكرى تيخو طاس سي برمخ. البرمقلي البرمقلي باي هكا اي لا بارامون البرمقلي تي خويا. مروان لو كان وضعيه خياليه شوي, لو كان كي تحبل المراه هو عاده في تونس. اوه شنو هو الو لو كان شنو لو كان؟ لا لا مازلنا في العادي. في العاده اسمك سيدي الراجل. لحظه اسمعني, تحبل المراه في العاده لحم يجي للمراه, لو كان كي تحبل المراه لحم لحم ومتابعه الكل يجي للراجل. اه لي سمبتوم تاع الحمله. صحيح سمبتوم تاع الحمله تولو يجي للراجل. شي لحم معناه الراجل يولي يتوحم. هو لا لحم يجي عند الراجل. كيفاش كيفاش نعديو 9 شهور؟ تخوف على ولا كان كيفك انت مثلا كيفاش تعديو 7 شهور؟ مشكله طارق, مشكله سورتو في القهاوي ما نعرفش الساعه ونولي يولي الرجال ياخذوا كونجيت باترنيتي.
لا عاد موجودة توا ما تلقى بروف لونجلي ديما غايب. معناها يبدا راجل في التكويرة يبدا راجل في التكويرة يجيب يشوط بينالتي ويشوط الحس هكا معناها. أنت تكور العجيمي؟ ما نكورش أما تصورها كان يجي يشدني وحم ويجيني على التكوير خايب ياسر. أنا نتخيل راجل معناتها راقد في الليل يقيم مرته مساعتين يقول لها اشتهيت سيجار وتخرج تجيب لي دخان. لا بالعكس لا هكا أنت رديت الدخان حكر على الرجل سيور جالب كيف لا يتوحم عليه إيجا نقلبوها بابا العزيز الغالي. معناتها تصور أنت كان جيت عند المرأة اشتهيت سيجار وعادي وأنه راجل يخرج مساعتين يجيب ويجي أما هو راقد في الدار ومرته تخرج مساعتين جيبوا خايبة شوي ندخلوا في سير برمضان. دونك هو هوني باش يحاول يأكد عليها باش يقول لها اسمعني لو كان ما تخرج تجيب لي توا سيجارو اللي انا شاهيه الا ما يطلع شهوه في ظهر ولدي يطلع ولدي فيه تيكي بلو في ظهره. معناها يولي الراجل اللي قايم مرته من النوم يقول لها ارقد في الصاله ريحتك خايبه تقول لك البارفان ما عملش ريحتها باش حسننا العلاقات. ايه هو الوحم العصابه فما عصابة دخلوا هاي سيدي انفيس اون بيرسون فما احتلال للراديو للإذاعة. تعرف جاي في الوقت المناسب وقت اللي نحكيو على العرس. نبيل بن مسمية اهلا وسهلا. يلا خلينا كل الميكروات سيد المخرج نبيل بن مسمية هو اللي بن مسمية نفس المعبوكة اقرب لي الميكرو نبيل يلا اهلا وسهلا نبيل بن صح لاباس ليديا عجمي شبي بابا خويا بيت في الشلاق عجمي لحم تاع عجمي العجيمي العجينه مش شليغمك برجوليا شخالك برا شليغمك تحسوا تبعين لحمه معناها يا اخي مش شليغم تاع صبابه هذوما خويا وديجا انا مرتي وخيان عنا شهرين جرت شليغم هذوما ولا لا حاجه ما فهمتش لا سامحني معناتها انا نهار اللي كنت وخيان انا نقول صحيح احلى الوضعيه اللي احنا فيها قريبا اللقاء تطرح فيه نبيل يا اخويا طارق وقت اللي معانا نبيل في نوفيل جينيراسيون ثلاثة شهور شهرين الايام قلت له شد الصحيح فيها شليغم اكيد فما رول كيفاش عمل قال مرتي وكذا ودخلنا منها خرجنا مغادي لا لا وقت عمل شايرين وجاي طلع رول مش يحكي على رول فرق معنا جهد شيرني خوفني ساكت يضحك بينا جهد شيرني هلا وسهلا عسلامة عسلامة الوليد انا لازم يدرج باش ندخل في جوكم بربي لحظة راني والله من البلاتو ديريكت انا وش لقانا و شليغم شي الحاجة اللي كيفاش تخرج انا خاطر انتو بالرسمي هو ولا 80% شليغ من المده الاخرى انت 95 صحيح 95 دايرين شو الاحوال جيت ساعه والله الحمد لله صحه خير امور هانيه الحمد لله كنت في بحالكم كنا في البلاتو في البلاتو في البلاتو يا اخي مش انت ردي يتكلم في الليل جهاد علاش ايه فهم علاش فايقين هو معني ذا هكا بيت هكا بيتين مع طارق ان شاء الله بيتين مع طارق بيتين مع طارق نبيل وجيت بعد شويه نحكيوا على سيت كوم البلاس وين؟ حلو الجينجل في التسعة بعد الأذان ديركتومون إن شاء الله بل هذا تدخل معانا في الوضعية نبيل ديما بظهرك ديما كي ونجينتي تبداو في حاجة متاع عرس متاع تفرقة متاع لو كان نبيل هو الحبالة تجي عند المرأة لو كان المرأة كي تحبل لحم يجي للراجل كيفاش يتعديو التسعة شهور؟ أي ما سمحني أني هاني راه شيء لحم ما لحم نوفيل نوفيل بكون كل مواضيع باهي أوكي باهي انفيس هاي انفيس زد معناها بقى يهبط من القهوة هيا مبروك هيا باركولي يا رجال وكذا وفما شكون يتشوحروا في القهوة خاطر ماذا بيهم زاد راهو حتى هو كيف صحيح تراه ليديا تراه يتقاطع هو أصحابه في القهوة خاطر الزرير طلع نقص السكر لحم يا خويا لحم يجي عند الراجل معناها الفحم في القهوة يولي يوم عادش يولعوه يولي ياكلوه تراه جهاد جهاد أنت عازب اي ما تعديتش ب محمد ما تعديتش اخر جروسيس تعديت بالحق نتصور ان نفيس يعني كان جاي عند الراجل الزرير يتحول معسل تاع شيش حاجه اي نتصور الكادوات تفاعل فما كشهوي الغريبه اللي في البريود فحم صابون تسوي فما ما اعظم انا كيف فما مره نمشي في الشارع وقفت مراه هي وراجلها مشاو وجاو ورجع لي قال لي برجوليا مرتي اشتهيت تقدمك يسلفها 100 الف منين اقوى سؤال شك فيها حلقه مشوف لي حل مش انت عشتها تصور لو كنت تتقلب اذا فوشيك احكيها لك يا احمد تصور تتقلب كوب اللي يمشي ويرجع لك
تجيك المرأة تقول لي راجلي شيء يقدمك خايبة ياس مريعة جدا ويطلع بالزر رجل أنا بالكليب ويعذقني بالكليب يعذق بشليغمو ويخليك راس شليغمو في ديك نبيل نبيل بن مسمية مش كليب اسمعتي ايش قالك ولا على نقدمك راجل تقول لي تسلفوا فلوسه بي احنا سبعة نبيل بركة معرس فينا عندك صغار نبيل انتي عنده نوفيل جينيراسيون كاملة اسطور ما يتعبش ما يتعبش شنو يا معلم قد ايه عندك من هكا طفل لك نحب نعمل بوز زين تفضل شبيه بابا خشمه مسكر ستار عليك عندي حقيقه على المباشر انا تو ايه بقى اخويا العزيز يشجع يشجع طارق حنشي ما نعرفش منين دبر كورونا مرض بها بعد ما وفيت من العالم كله ما عادش صايبه لكن ما قبل راهو يا غالي منين جابوا الفيروس وفيه صحيح برينا صحيت برينا منين جبتوا حاشي واحد حتى الشيء كملت كامل وما عادش فما انا في جاكي ملول ساعه في بالي باش تقول راوف الليلي ولي عرابني لا هو ما خفيفكمش بيه دربك اما على حكايه الكورونا تجي خفيفه تتذكر بيريود الاولانيه الفاغ الاولانيه نتاع الكوفيد الناس كل خايفه ودوب البافيت وصحيت وكذا توا اليوم بعد ما يكمل يخرج خفيفه ما فيها شيء صحيح ماذا بيا راهو جه لي سمبتوم انا ماذا بيا اللي عملت فيه انا مزيت بالبافيت ونادوا المستمعين كل يقعدوا بالبافيت كي تبدا مش صادقه ما تخرجش بالبافيت ترى نبيل انت معرس وعندك صغار لو كان لحم مثلا كان باش يجي عندك انت انا الساعه ننفس قداش ريت قدامك من مره لحم انت سنه فما القطوسه النفاس هذيك ريتها ولا ما ريتها قطوسه النفاس رميت هكا رجعت نسمع نسمع جديده ليه قطوسه النفاس بالحق نسي بعد ما تنفس معناتها تجيك القطوسه النفاس مرتو ليه شنو هي قطوسه النفاس والله قداش بالحق للدار ليه هي معناتها حاله نفسيه معناتها تجي للمراه هي اللي شكون جات كيفاش تولي تعض باش تعمل بالضبط لحظه نبيل هي انت في انتوراجك شكون جات نعرف الكوزين متاعي الوحيده اللي ريتها مش عمرها؟ برشا ما قداش عمرها مره 26 اللي خذيتو شي قاعده تعيش معاها من بعد ولا تتباع اللي خذيتو شي يعمل في الدنيا شنو يبيع عقارات كذا اما ليه عاد الكوزين تاع ليديا دونك سي اموا تاع صحيح سي اموا صحيح شي واو تاع شي واو نبيل هو صغارك اسمه مو واحد اسمه عبد العزيز والاخر اسمه عبد الفتاح ولي الزوز عامل مقبوب في الدار سايبني يا مو لو كان له حام يجي للراجل كيفاش زعما يتعداو تسع شهور انا ننفس في ود الكوميسار ساعه جاوي باهي مبنك على روحي هذه ساعه سير وكان تقول لي شنو هي شاهي نقولها برجليه شاهي بلاي لا والله العظيم شاهي مغنيه لبنانيه مثلا ما فيها بس مغنية على الفيس راك نبيل من اللي حضرت في ساعة صلح غلطك وقلنا راي نوعا نتاع صلاط لا بالحق كاملة هي كاملة يا اخي بعد ذاك البيريود اللي عديتها معنا نبيل نورمال قعدت مع المرأة ما فهمتش برشا كلام على الخيانة يا اخي انت ما فهمتش بعد اخر كلام حكاية معنا واصل معنا هو نبيل لا ما عرفتش ايش الاسباب نعطيك معلومة لكن ما فهمتش انت الاسباب لحظة برك نعطيك سكوب انا نبيل قال لك بلاص وحاجة ما تعرفش كون حجم له انت ما تعرفش انت ليش حجم مرته حجمت بعد ما خدم معنا هاي الخيانة صوريته باللي يحكيه برشا على الخيانة ما يخونوش وريت اللي جايبها زعما خاتيه هذاك سولون كي هذه اللي يحكيو على الخيانة انا سولون انا انا ندبر بها في راسي هذه النظرة الكل هي انا كنت تشدك بالكمش تكحل في الشارع المنهج الكل المنهج الشرني المنهج الشرني شي يقول في حكاية الخيانة فضل كلمة ليك ارسلني نفس السؤال بعد ما نعرس بشهرين بالضبط جهاد بشهرين المنهج الشرني شو يقول تعديه الشهرين في اي افام راه الوقت سريع اي مسير شيء خلو تعديه الشهرين اما سافت ما لقيتش المرأة شو سؤال هو لو ساعة الخيانة حاجة خايف صحيح هذا هو سؤال قال لك اللي يحكي على الخيانة هو اللي ما يخونش جيت شيرني اصدقني القول كذبت اللي يخونه اصدقني القول وصارحني الإجابة حبل الكذب قصير وين الموزيكا وين؟ نعمل ريل انستغرام شوف والله مسنسي يشلق فيس على المخرج تعرفها التكنيك نتاع شكون هذيك اللي يبداو ديزيموريست ما تختفش اما بربي اللي باش يهبطها نوري بلون امان حرام عليك يولي لا تبدا ديزيموريست ما تختفش حبل الكذب جيت شيرني نعاود نسالك واصدقني مش باش نعاود نجيبك اللي يحكي على الخيانه هو بالحق ما يخونش والله انت والطبيعه وانت ولا والوضعيه وانت الانسان اللي خان شنو الطرق نتاعو باش يتلف فما اللي يبعد جمله على الموضوع يسكر جمله يلم جمله دكتور لوب معك ميرسي يلم جمله جمله فيها وجيعه الكلمه هذه برشا وجيعه برشا وجيعه فيها برشا وجيعه زاد علاش بربشت وطول الموضوع
سي المومون جيت كوميم. قداش عمرك انت قاعد خيانة منين في بالي؟ قداش العمر الحلوه جيت ملا مناظر ما عادش تستدعانا يا رحموني قول لي خلينا نرجع لك خيانة انواع خلينا نرجع لك على الفاز نرجع لك نعملوا حصة على الخيانة على الخيانة ونخونكم وما نجيش مروان مروان لحظة مروان ثم الذي قلنا على لحم ذي موجود ولا ثم فاصل يلا فيسع فيسع الفازل اللي كان لحم قبل الفاصل مش فازة مش فازة لوريل ريل الريل اللي حاب يعملوا جهات توا هو قلت لك يبداو دي زيموريست يحبوا يضحكونا يا اخي نبكيو يقروا باش يبكيونا يا اخي نضحكوا صحيح عرفتهم زبير جندوبي نحب نقول اي راجل تويكا مرته حبله تحكي له على لحم نحب نقول له جدية نحط لك تبي حزينه ولا جاي من غير من غير تبي لا هو ديجا مسكين متكمصت له متكمصت له راهو الحاجه هذه ماهيش موجوده سيونتيفيك مو هاي وحم وراهو كما نتحمش درشني باش يصير لي وتطلع له في بدنه حاجه فلانيه ما فماش منها الحكايه سيونتيفيك صحيح ماهوش موجود اما التوا مازالوا ما فسروش كيفاش اللي كي تاكي الشهوات مثلا كي تشتهي فريز ودرشني وكل تجي الشهوه عباره على ثوره علاش مازالوا ما لقاولهاش معناتها جوست تمشي نلحظوها في ساعه في ساعه علاش كتكون شي عند العرب فكره لحم والبره ما فماش وقليل كانت تلقاها لا هنا نبيل 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 لحظه برك سويدواز تتوحم نبيل عنده برشا علاقات خارج الوطن فما ولا البره فما على الاخر صح في النرويج في السيد نتاع النرويج فما موجود الكارتا فما الخفيف فما لحم لحم فما مش لاغب القربان فما التقنيت التقنيت التقميت فما التحنيت فما مخدرات فما سلاح فما تراه ليدي خلينا نرجعوا ليدي ليه على الشهوات مثلا برا يفسروها برو اون ديفورماسيون في البو معناتها واحنا في تونس هاكا ندزوها في فوالا هذا هو وتقعد تعاي في راجلها بك الشهوه اكيد كان جبت لي كيما حبينا راهو اللي معناتها قالك جياد علاش الفريز ضربه نتاع الصباح معناتها تشتهي فما عوينه فيل السته زيد هذوما زوز حاب يتعاودوا برشا عندك زيد عندك الدلاع في وسط في الشتاء نعرف شكون اللي لوج الدلاع راهو في الصيف يلا سيدي 29 دقيقه موصلين معاكم حتى العشرة نتاع الليل في نوفيل جينيراسيون فاصل صغير على الحم فاصل صغير ونرجع نحكيو على ستكم البلاص مع نبيل وجياد شيرن ياخد معنا راجعين بعد شوي معاكم نزال التسعة وخمسة وعشرين دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موصلين حتى العشرة متاع الليل تنجموا تابعونا على شين يوتيوب اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام في القيادة كالعادة مروان بوزين مونغاتي ليدي العسلي هلو هلو ديال جندوبي اهلا وسهلا يحضر معنا نبيل بن مسمية اهلا وسهلا وجيت شيرني والعبرة بالخواتيم احمد العجيمي اهلا وسهلا ريت غزرتك بتعقل الثقة رغم العامين اللي مع بعضنا خلي الثقة خاطر خليتك للاخر قالولك انا العبرة بالخواتيم انت قلت لي بتعطي الثقة في حد انا قلت هيك كيف تفضل اسحبها لي عاده تصلحها وتعطي ثقه في حد كان فينا نبيل وجيش كون فيكم في البوليو ستوديو اسكت حتى انا درماميتي البوليو اريانا يعني ما فهم حد فيكم معاني من القصان الميل خمسه يمذوم لا لا بالعكس مستوعب لاجئين انا بحذيهم مخيم جهاد انا مماتي بالحق نحكي معاك بالرسم مماتي نصورها تقلقت برشا 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 اما جاب ربي فما ديتاي صغير خليها ما تقلقش انت علاش ما عيطتيهاش بحذاك نبيل جنشينه هذه لا اللي هي توفيت عندها 3 سنين الحمد لله عادي فاني عادي ترى جنشينه تبني البريد انا ربي يرحمها توفيت فريد ما تقلقش ما قصرتش خسرت ربي مشيت وخلت لنا ماتيير هاكا الله يرحمها ما خسرتش حاجه كبيره ماناش عايشين في السويد فني حتى هي اش خليت خليت كل نبيل مالا مينا بلاش راهوه وي بيبي عندك ثلاثه في البلاتو من الضاحيه الجنوبيه يعني بدون مياه عندنا خمسه ايام جاوب حذينا احمد العجيمي والله يا نبيل بن عروس تنفحش ولا الرئيس قيس سعيد اليوم مشى في بالك زاد بحاجه اخرى في بن عروس زاد منعوا اللبلبي الربايه مذومه خلينا نزيد نص ما تاكلش بعضها لا خاطر تعرف الليل مش رئيس الجمهوريه مشى للبندحه وين الاشغال صايره اي زون توريستيك قال على عكس ما يشاع في الاعلام التوينس اللي في بنعروس منهم احنا معناه مش متغشين من حكايه قصان الماء فرحانين لانه يعرفوا انه ترافو في صالحهم طب خليني نسالك فرحانين كما بابا يعطيني تراح يكسر لي اربع ذروع ويقول لي على مصلحتك نفسها بالضبط صحيح قال هذا الاعلام يروج فيه قالوا لكم البنعروسيين والبنعروسيات فرحانين بالترافو هذا مروان قل لي اهلا وسهلا ومرحبا يعني بكل بساطه
تعد لي ماذا كنت تقول أيها الإعلامي. قال أنت قلت معنى الحقيقي قال أنه التوانسة فرحاني بحكاية قصان المالي أنه ترابو يعرفوا أنه في مصلحتهم. بالطبع أنا كنت زرت يعني ولاية بن عروس وهل عاد الماء مازال احنا في شوشة رادس مازال في الملوش بدأ يرجع في بلايس بدأ يرجع شوشة. أنت إعلامي دونك عادي أنا ملي لوجو. بالطبع إذن فكلامي على درجات من الصحة عندما نقطع الماء هناك حزن وعندما يعود الماء هناك فرحة. إذن هذا ما نريد. كان جيت أنت جيت شيرني وبعد نسأل الأولاد كان جيت أنت رئيس جمهورية تونسية انتهت حلول القروض الدولية كيفاش تعمل باش تعاون الدولة التونسية؟ فأنا مشكلة بالضبط خدر برشا مشاكل فلوس. أزمة مالية في تونس حتى قانون المالية صاروا فيه برشا مشاكل عام 2021 هكا ولا نبيل اي ريت السؤال ده جيت خلي هكا ولا ليديا صحيح جهاد ما عنديش حلولي بما انه ماهوش اختصاصي ولكن ولكن ما نعرفش تفرجوا في البلاص بديت نخلي المستشارين العالميين يجيو يعاونونا نجموا مستشارين من العالم يجيو يدخلوا اي تراها مروان انت مثلا عمل لنا انت قيس سعيد واحمد العجيمي شكون تعمل لنا في انا رئيس نلقى لك الحل انا نعرف الحل كي جيت انت رئيس نلقى الحل أي. نعمل حنا ونستدعى الرؤساء تاع الدول الكل يرشقوا برافو صحيح وانا اخويا تنشد الرمو انت تشد الرمو انا نشد الرمو باهي انت الرئيس عندي حل اخر تراه انا كي جيت في السيد الرئيس خويا نعم ندورها ثواب نمشيو في الثواب نعمل 12 شهر رمضان الناس كل تصوم خويا بنقص ماكله بنقص استهلاك هو في تونس الناس كل على اساس كل في تونس الناس كل تصوم بيان سور الناس كل تصوم انا بحال انت تحكي على مشكله كاش ولا تو باش يرجعوا القهاوي المحلولين مسكرين اي والصحافه المكتوبه باش ترجع تمشي خضري علقوا برشا جرايد نجموا زاد لي سالجون استغلوهم برشا كاش برشا كاش يعني ملموس فهمتك هذوما الحاجات اللي ينشطوا برشا في رمضان بالنسبه للفطار ربي سامح ولا يعني فضحتهم سيئه مروان ترى انت رئيس الجمهوريه واحمد انت كل بتاع الرشد بتاع الرشق والكل الرموم بتاع البلدان بما انه مروان مش يلم الرؤساء في حمل يلم فلوس اما لازمني نعلم الشعب اعلم الشعب هاي سيدي بسم الله الرحمن الرحيم ايها الشعب الكريم يعني انتهت حلول الارض الامر إذن وجدت الحل وأنا في المنيهلة كنت أمر من أمامي حنة فوجدت أموالا طائلة ولا نعرف مصادرها سألت واحد الشباب قال لي يعني يعطيوا الربو كي يساعدون العريس عزيز أنا تونسي مثلهم ولما لا أنت تحب تاخذ زيد لا نعمل حنة وأستدعى الرؤساء وأقوى يعني شد رموه في العالم يعني متخصص من العالم الأجنبي يعني تنجم تسمع جمال من نوع هذا يا سيد الرئيس وهذه 50 دينار من عند شقيقتها الجزائر بسم الله حطينا بمزيو تحطينا بمزيو أرجوك أعطيني غيطة وحسين هوا يلا 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 وين من رجال جملة نبيل كلية بوجيات ايه بدون من فلوسكم لا لا تيلار حوت من عند الشقيقة موريتانيا كله تردين الله ايه من عند خوه من عند خوه وحبيبه وتربى معاه وجاره بوتين ولد ماريا بوتين ولد ماريا 50,000 دولار ايه عطيه من عند جو بايدن ولد ناتاليا خوه وحبيبه وجاره ايه 50,000 دولار الله كريم عطيه اين من عند ماكرون شكون ماكرون بعث 200 تو ندير قديم 200 اورو ما هو ضرورة شعرية على من عندك أرجوك يا عجيبي لحظة طب سيد رئيس أنا لا يمكنني أنا بلاي سيد رئيس متاع شكون تويوتا الخضرة اللي قدامنا مش هتحركوا لا يمكنني أن أقوم بحنة دون وجود رئيس كوريا الجنوبية أين هو أوجي من عند كيم يونغ جونغ اسمعني ما تلزوش كوريا الشمالية ما تلزوش للراجل والله حشمتونا مع الراجل ديجا جيب الحلو ورا هذاك كيم جونغ تصور جيب الحلو برا الحلو وديك حاجة أخرى فما تدخل دول اخرى نبيل ولا ايه فما ورقه من كوريا بالنسري خويا شلاغم هذه برازيل حاجه من الخليج تدخل من تركيا باه بالنسبه للبلاص هو سيتكم مرحبا ميرسي 9:30 ميرسي
ميرسي ميرسي. يلا سيدي نمشيو مع نبيل وجهاد الجيرني باش يحكوا لنا على سيتكم البلاص. قبل ما نحكيو على البلاص نحكيو على اللحم للولد الصغار. اي تفضل ما دام هما مش مزروبين صحيح. هاكا غدرش نحكيو على البلاص. اسمع نحكيو كيفاش العائله كلها تتاثر باللحم. باهي خلينا نمشيو نحكيو على البلاص مع نبيل وجهاد اخراج زيد تيم على قناه 9. يلا جهاد نبداو معك انت. كواليس العمل سيدي. كواليس العمل هو عمل آخر في حد ذاته على خاطر السيد متاع زميلي صديقي متاع الميكينغ اوف قاعد يخو في ظروف عمل إن شاء الله ما نعرفش الانتاج بشي هبطوهم ومش بشي هبطوهم أنا خاطر مرة يهبطوه. اي ما فما مونتاج تنكيت. اي فما مباس يا زيد. اي تنكيت تنكيت عاللوج متاع الكوستيوم لين هبطو كان بحويجك تنكيت. جيد بس شكون هو سيدكم؟ سمحني نص شكون نص مالك بالحاج سيف عمران نبيل بن مسمية. نبيل انا مشارك مشارك. انت مشارك مراجعه نص معناها؟ لا لا مانيش يصلح لهم صلح الملك وسيف متواضع جوست. لحظه برك خلينا نسمع بعض. هما معناها باش نبداو واضحين سي مالك بالحاج الاول وراه سيف عمران ومن بعد انا كي تضيقوا بالوقت عاونتهم ملا تشكيله برجولين عاونتهم برجولين حب نتفرج على حاجه خاطر خاطر بريسك اون le même style d'écriture عندنا نفس الطريقه نتاع الكتابه سيف اسمن شوي على الكتابه فهمت دونك وحتى الظروف نتاع الكتابه اللي ما نجموش نقولوا عليها شنو هي في التلفزه تنجم تعطي كان كتابه معناها مهبوله ترى دونك جهاد نعرف يقول ظروف الكتابه لا لا ما يقولش جهاد ما حضرتش على الكتابه ما حضرتش في قداش تكتب العمل العمل مكتوب خويا البي عارف شنو هي تجاوب رسول الفخ وي 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 عنده 3 سنين ومكتوب ربي كل عام تجي فازة باش نخدموه وما نخدموهش والحمد لله خاطر جات ناس باش تخدموا اللي عارفوا قيمته وعملونا ديكور خويا العزيز ما صارش في البلاد نقولها افيك توت لا موديستي دي موند ونعرف روحي اش قاعد نخرج من فمي اي الديكور اللي موجود في بلاص ما تعملش من اللي بدات التلفزه التونسيه تبث حتى عمل حتى عمل ما فيش عنده ما فيه شبيه ما فيه شبيه ديكور بلاص لا شبيه فما أي. اما النيفو هذاك ما سان اكزيست با بشوفوا حاجه رجولة يعطيهم الصحه خدمنا على الامريكان خدمنا زاد ستيل مصري شويه حاجه يا ربي حاولنا باش نعملوا حاجه محلاها ان شاء الله تونس صعيبه ياسر شكون يفض بصح 12 مليون تونسي فصاص حاولنا نقربوا لهم نشبهوا لهم مانيش خير منهم جوست نحنا مكتوب ربي حطنا نكتبوا يعني اي تونسي اخر كان ينجم يكتب حاجه تشبه اللي نكتبوا فيها احنا حاولنا باش تكون سامباتيك على الاخر ونخلي الجهاد لا يغدرني تاو خاطر فما غزره نتاع اي نتاع باش يعطيني الكروم جهاد السينوبسيس نتاع السيت كوم سينوبسيس السيت كوم باش تشوفوا ان شاء الله في فكره يعني بسرعه 48 ولا 72 ساعه باش تهبط برومو ما نحبش نحرقها فما زاد عمليه نتاع تيزينغ باش تعرفوا على الشخصيات باش تعرفوا على الاحداث اللي باش دخلنا في العالم هذا عالم مسكر تحسني حافظها اي صحيح اي حطنا مكيت مكيت حطنا في القالب اسمه زيد لي تايم يسمع تو جست باش نقول لك اسمه البلاص هو دونك حطنا في القالب شنو مالك بدل البلاصه على الريزو ما هو عالم مسكر ولكن فيه كل خاصيات العالم فيه شخصيات عندها خلفيات حكايات لمتها جابتها غاديكا للبلاص وفما شكون عندهم أهداف فما حكاية فكرة أساسية باش نعيشوها دقاء زيد في 15 حلقة ولكن كل حلقة فما تقاطعات متاع شخصيات فما أنواع الشرائح الاجتماعية الكل زياد لي تيم هو والإنتاج قروا باش يمشيوا في مدرسة الكوميدي نوار اللي هي باش تنعكس في ديكور كوميديا في شخصيات كوميديا أنا ضد التلوين هذايا باك بلون وكوميدي نوار وكذا ما العباد تعرفها كيكا خلنا نجمرها وكا. ناس 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 كلش عباد في الراديو مرايد شمك فيه انا نعرفه حات عباد من الراديو كانت تخدم جوها بيه اكثر وحده كانت تخدم دونك الناس هذوما زياد لي تايم الانتاج لي ديبارتمون الكل اللي نحييهم انا من هنا كان سيف عمران ومالك خاطر فيهم كل يوم طلقنا منهم تعبنا ولا دونك مشينا في اللون هذاك اللي كيما قلت لك باش تراه في الشخصيات في الديكور في التقاطعات وكل شخصيه باش تشبه التونسي فينا انسي وين نوفيل جينيراسيون ولا مش نوم بالجنراسيون في ديش تغزر الكيكة أبطال العمل ممثلين شكون؟ أبطال العمل نبيل بن
نبداو ساعة باللي أكبر قدر وتجربة وكل شيء. نبداو بالعظيمة ريم الزريبي. تحية لها ريم الزريبي. عودة بعد عملنا لكم شفناه في كينيا ما كانش. بعد ما شفناه في كينيا ما كانش باش نشوفوها السنة في كينيا ما كانش. فما سيف عمران، فما أميرة درويش، فما نبيل بن مسمية، فما جهاد الشيرني، فما غيث النفاتي شبيبة غيث معليه غيث غايث محلية على الاخر غايث العودة 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 على الكاميرا والسين والفن وفما ميسا اللي هي ميسا اللي بش وجوه جديدة وجوه جديدة فما وجوه جديدة بش بش تفجع في الإكرام بقدرة الله ميسا مش تفجع أميرة درويش تمثيل فقط ولا في الانتاج زاد أميرة درويش في الانتاج وفي التمثيل زاد في الانتاج كانت عاملين في 9 بولاد الغول وزاد معاها وتخزول غريبات اللي هي زاد تاشنهاش غريبالدي زاد هاي تتواصل تجربة متاحة في الانتاج في سيت كوم البلاس وعندها دور زادة مختلف قلبا وقالبا ونصورش باش تعقلوها قول أحمد فضل خد كان عندي ثقة فيه زيد التايم في الاخراج في الكوميديا من سكول ومن الحجامة معناها حاجة طيارة على الاخر مروي تنقض دونك حسب ما فهمت باش نشوفوا نبيل وجهاد أنا فرحت برشا اللي انت فهمت نبيل مروي كلامه صعيبة اللي نبيل وجهاد شوفوهم رمضان السنة في التاسعة ليديا العسلي زاد بشوفوها سنة في التاسعة في غريبالدي دونك انا وياك واحمد هكا متفرجوا بحذية في الدار فهمتي باش نشوفوا حاجة طيارة برشا احنا في رمضان كل يوم من 9 ل 10 كل يوم التاسعة باش نعديو لك الاكستريم تاعك ان شاء الله اللي قلت فيه اللي العمل شيء هو باش يكون ضخم برشا و ديكور 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 ضخم ديكور ضخم يا نبيل زوما مناظر ربي صحابي في البلاتو المعد قصوا الاكستريس قصوا سامحني باش نبطوا لك بوست اذا العمل لا قدر الله لا قدر الله ربي ما دام سيف عمران وملك بالحاج في كثير والله حاجه لحظه نسمع بعضنا ماشي الكلام حلو لحتى شيء ديكور ضخم الاخراج ضخم والكتيبة ضخمة الكواف الحجامة الحويج كل شيء ضخم والانترفونسيون هذه لاصقة الانترفونسيون الضخمة هذه لاصقة عندي سؤال بريء جهاد أنا هو الديكور أضخم كان يا مكانش ولا البلاص بريء تتشد عليه شهرين سورسي بريء طو هذا سؤال عاود لي سؤال أنا هو الديكور الأضخم كان يا مكانش ولا نجاوبك السؤال لا يستقيم لأنه كان يا مكانش برشا ديكورات بينما البلاص ديكور واحد ديكور وحيد ديكور واحد انت تحب نقارنوا ابره بالرابط العجيب تاع سبيستو انو فيرسيا سوسي حكينا على كينيا ما كانش جهاد كينيا ما كانش هو ال ال مثالش مون نبيل نحكيو على كينيا ما كانش اي بيان سور ها تغمس فيا لا حسيتك ما حبيتش يا عبد الحق كنت خلقنا نرجعوا للوحه يا خويا كملنا على البلاصه هو ما حبش كينيا ما كانش الجزء الثاني على الوطنيه الاولى بعد الاذان مباشره كذلك فرد طيب. وقت البلاص وكان مش نخرج من السبيل انا فرد وقت كان ما كانش البلاص فرد وقت كان ما كانش البلاص واعمال اخرى زاد فيها اخواتنا واصحابنا و... انت جيت فاش انت جيت فاش تفرج انا انت فاش باش تفرج انا نروح مخر شويه بعد الاذان على خاطر فما تورنوا نتاع رمضان نفرج في اليوتيوب واحد في اليوتيوب باش تبدا اللي يعرضني خاطر اليوتيوب نتاعي الالغوريتم نتاعي يعرفني خير من دارنا وتوي بروبوزي وحده فهمت نبيل عندك المخرة عن بلاص اي حبيبي البلاص الشخصيات اللي فيه موجوده في المجتمع ارجع للستار تاو من برا من داخل حاجه غريبه ياسر معناها ديجا ماهمش معناها انت كي تشوف هالشخصيه باش تقول مواطن عادي من داخل عمره ما كان مواطن عادي في حياته جمل تونسي معناها هذيا ماك باش تفهمها كان في الحلقه 15 خويا العزيز وعندي تعقيب صغير ما فماش حاجه اسمها مواطن عادي محليك محليك المواطن بين ظفرين عادي اللي بيشتراه في البلاص هو نتيجة التراكمات ومشاكل وحاجات وصلت وغاديك تراكمات عجبتك لحيته متاع تراكمات والله عجبتني ليه كمل عاد كمل تراكمات والله واصل إذن فهي تراكمات كبيرة جدا بالحق خليت العبادة ذيك تتقابل غاديك ناس نحات هكا غلطة برنامج خليت الناس خليت الناس هذيك الكل تتقابل في البلاص هذيك شوفوه ان شاء الله في السويعات القليله الجايه فما ناس قاعده تخدم على البرومو اللي باش تهبط وهذيك اللي باش تخلي بصيص من الضوء قبل انطلاق الشهر المعظم وان شاء الله يا ربي مع الناس الكل زيكيب اللي خدمت في رمضان السنه على خاطر موسم استثنائي برشا ناس خدمت
برشا ناس برشا ناس خدمت برشا. نبيل قداش من حلقه؟ 15 حلقة النص الاولاني من رمضان. خضرة ربي 15 حلقة. قلت لك الشخصيات ما تنجم ما ينجموا يتلموا هذو اللي باش تشوفوهم. أي. الشخصيات النساء والرجال اللي باش تشوفوهم ما ينجموا يتلموا كان في البلاصة هذاك اخويا. في البلاصة هذاك مستحيل تنجم تلقاهم في بلاصة أخرى. قديش قعد تصوير العمل نبيل؟ تصوير العمل مازلنا نصوروا مازال تجيناك من البلاتو يا خلت رمضان ولا نكملوا ثاني عيد صغير. قديش عندنا بدينا يودي شبيك نكملوا ثاني عيد صغير اكيد لازم العمل يكون موجود في رمضان على قدم التصوير معناها يقعد في رمضان الحلقات تتعدى لا ما تصورش ان شاء الله يكملوا قبل انا في 10 ايام هذوما يكمل ان شاء الله ان شاء الله. تعرف انا اللي متاكد منه انه باش يكون عمل طياره برشا وباش نضحكوا برشا على خاطر المنتج والتاسعه الحمد لله ليه بدأوا يمنوا باللي جون كيما مالك بالحاج ما هو جون برشا راه عمره 40 لا 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 باقي جون باقي حتى كان ما هو جون لا جيس رجعته لقبيله سربانيا وجوناس عقليه مش عمر يعني لا 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 الشباب ذي 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 انزل عليها نذكر انه الجوناس والشباب عقليه برافو برافو نقصد يلا مروان بسرعه جون في الاعمال وفي معناها وفي انه امنوا به دونك الحمد لله كي بداوا يمنوا بمالك بالحاج سيف عمران ومعاهم نبيل. نبيل زاد ما عملش برشا تلفزه ومن اللي جون زاد نبيل ما عملش برشا نقصد مسلسلات تيخين كمل فكرة عادة لا أسمع راه والله تعرف تيخين كملوا صحيح قولوا فهمتني قلت لك نبيل ما عملش برشا سيت كوميت ما عملش برشا مسلسلات لا ما عملش جملة مش هو يرتب فيها خاطر صاحبي مروان مانيش نرتب فيها جمله نبيل نقصد اللي هي فرصه دونك ديما الاعمال الاولانيه الممثلين يعطيو ما عندهم على الاخر داير ديما في الاعمال يقول لك احسن حاجه كي شفناه فيها اول مره علاش ما يرجعش يعمل لنا كيما قبل دونك سكي سور البلاس باش يكون حاجه طياره برشا ان شاء الله يا رب وان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم وتحيه لليكيب الكل جيت الكلام اللي قلته الكل حلو هذاك الكل تو باش تسمعوا في دقيقتين ونص مع ديال جندوب تو سويت في ايماجين يلا سيدي تفضل اليوم خممت في ايماجين انه نحكيوا شويه على الهجره خاصه عن شكون البارح من ليكيب خونا العزيز الغالي حلمي المعد مشى وغادرنا وان شاء الله ربي يسهل له في ثنيته وفي طريقه ان شاء الله. المشكل وين انه كل ما يطرح موضوع الهجره تلقى العباد تتقسم بين شطرين اثنين فما جماعه معينين يقول لك الهجره لا ما تجيش وسايب عليك وقعد تخدم بلادك وعلاش خارج تخدم البرة ودرا شنو وكل الحكايه هذيك. فما ناس تقول لك لا البلاد الله لو ولات وخليني نخرج وما عادش يهمني فيها المهم نكون مستقبلي. لكن كي تجي تشوف تلقى زوز الافكار هذوما افكار متطرفه نوعا ما وخير الامور اوسطها وديما نحاولوا حتى في طرحنا الموضوع الهجره انه نكونوا كونتكستويل يعني سونو الشخص اللي قدامنا نتعاملوا هل الهجره حسب حالته هو تصح تصيب ولا تخيب. الهجرة ديما ماخذين عليها فكرة من اللي احنا صغار قبل انه الهجرة ديما تصير عن طريق اسلوب غير شرعي غير قانوني هاو في البحر هاو درشنية. لكن تويكا تطورت العملية الما اكثر فيكو صعبة الدنيا على الاخر واللي هو سان فينومين معروف برشا في دول العالم اجمع وين الظروف الاجتماعية تكبس اكثر كل ما تزيد الهجرة تمس فئات مجتمعية خاصة منهم القارين مش بالضرورة اللي ظروفهم المادية تعبة ولا اللي مش قارين جملة. هذاك علاش خلينا تويكا ولينا نسمعوا برشا بهجرة الادمغة وهجرة الادمغة كان وصلت لها الدولة استخدامه توصل عندها نسبة كبيرة متاع هجرة أدمغة أعرف البلاد هذيك راهي ماشية نحو الاندثار على خاطر الطاقة والمادة الخام متاع صناعة المجتمع وصناعة الدولة واقتصادها واجتماعيا وأفكارها راهي قاعدة تهاجر سواء كان فنانين ممثلين الفن بصفة عامة ولا حتى مثلا ليزانجينيور اللي نشوفوا فيهم اللي هما أكثر نسبة متاع مهاجرين من هجرة الأدمغة راهم سوسون ليزانجينيور اللي قاعدين يخرجوا تو سامبلومون على خاطر في البلاد هذيا الناس مش لاقيه حقها كيف ما يلزم. تلقى ان انجينيور يخرج دوب ما تكمل قرايته يبدا مخه معبي افكار بابار فكره انه يحدوا له من الطاقات نتاعو سايب عليك وما عندك ما مش توصل ما عندك ما بتعمل تاخذ 900 دينار الوركو يلقى اوفر البر باش انه يخدم يخلص اكثر من هذيك 3 و4 مرات وماخذ حقوقه. هذه حاجه الاولانيه. فاذا كنت تحب تراجع موضوع الهجره اللي هو موضوع كبير على الاخر وانا واحد من الناس مانيش ضد انه اي انسان يهاجر حتى ولو كان بطريقه غير شرعيه هو الله غالب راهو والله العظيم قعدت مع ناس حرقت وراهو كي يحكي لك على الظروف اللي خرج بها راهو بالرسمي تحشم على روحك وتسكت نتنجم تزيد معها حتى كلمه الا بخوف شوف رده العباد عم ناول بعد ما تفرجوا في مسلسل حرق اللي كانوا يسخيلوا اللي الناس اللي تحرق مخذين عليهم كالإيماج متاع اللي ديلانكون اللي ما عندهم وين باش يوصلوا والفئة الخايبة من المجتمع. نعرف عباد بالحق من خيرة خلق الله هجرت وخرجت ورايحة تروحها قدام الموت
كي نحكيه على طريق غير شرعية وغير قانونية في نظر البلدان هذيك غير قانونية. ساشون كنرجع بالزمان قبل كانوا هما يهجروا لهنا وقتها ما كانتش تتسمى هجرة غير شرعية سيدو سويت على خطر المصالح يحددها الأقوى. فذاك عليه بربي الدولة متاعنا ولا دول العالم العربي اللي على الأقل يعنيوني وقرابلي حاول انك ما تخسرش طاقاتك راه والله ماناش واعيين اقسم بالله لانا واعيين بفظاعة الامر اللي قاعد يصير لنا تويكا راهو قاعدين نخسروا في شبابنا مش بالضرورة عنده ديبلوم اي جون كان توا حتى اللي مغروم بالجيمينج يخممش انه يخرج لوكو ينجم يهز دراب وتونس بالجيمينج كهو من غير ما يخرج لكن احنا محطمينهم من با عندهم تيتر في الامر هذا. فذاك علاش بربي بجاه ربي يا ناس اللي تنجم تبدل الدولة والله العاطل نحب نحكي معها وما اي انسان قريب للدولة ينجم يبدل خموا بمخ متاع إنسان يعيش في العام 2022 العالم متطور حافظوا على طاقاتكم باش تحافظوا على البلاد هذي اللي يحب يقعد في تونس اقعد اخدم بلادك تحب تهاجر هاجر ربي سهلك في قسمك لكن ما تنساش نهار آخر باش انك ترجع تخدم بلادك حتى ولو انت غاديك وربي حل في وجوه الناس الكل. شكرا ديال جندوب يقول ليديا بسرعة بشوف على العبيد اللي قاعدة تهاجر معناتها الناس اللي قاعدة تهاجر صحيح اي معاناة زرقاء بسرعة ليديا بسرعة قلت لك على العبيد اللي هجر خاطر جنرالمون قاعدين يسمعوا كان في العبيد اللي عاطينهم فكره على الهجره اللي هي حاجه سهله واللي هما الهجره بالنسبه لهم هما راهي جنه هذاك علاش راهو برشا عبيد يمشيو ويعاودوا يروحوا راهو العبيد غاديك ما همش عايشين في رفاهيه كما تتخيلوا مش بالضروره فلا راهو يجيو للعبيد هنايا في تونس يقول لهم رانا عايشين في خير رانا راهو ما فما حتى ماهيش جنه بتفرهد راهو صحيح. فاصل صغير وراجعين معاكم في نوفيل جينيراسيون فالجينيراسيون مع طارق الحناشي 59 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موسين حتى العشرة متاع الليل تلتحق بينا سحر مزيد أهلا وسهلا سحر عسلامة مرحبا بكم ناس الكل ياسر فرحانة أني بحذيكم عرفنا بروحك سحر عايشك سحر شتعمل دنيا سحر نمثل نغني متخرجة السينما مغرومة بالتنشيط الإذاعي والتلفزي وتحية بربي أبي تقديم تحية للدكتور محمد بن إبراهيم وصحات بن عمارة ويحيى بن عمارة باللي ديديكاس والله الأكاديمي هذه بالحق تفتح شو اسمها الأكاديمي سميتها شو جلوبال ميديا ترينينج تعم فيها صحاف أعلم تنشيط أعلم ما أنت جيت بعدين باش تغني اللي تحب اي حاجه اي حاجه بي هاني جايك اللي تحب معناتك في بالي باش تعمل لك تحب تنشط عايز تصبح الله خير هاني جايك على الاغنيه جوج نبيل مشيت تروح تونس ومالي ولا نهار ثلاث المالي الروتور ليه الروتور هوني والتورناج يقعد بلاش مالي ما بالي زي مع تراكمات جهاد مع تراكمات بي نبيل في بلاغ الجامعه اليوم هبطوا البارح انه القصان من 9 ل 5 ونص يبدا من اليوم فما بوزديج لانه انا مشيت الاربعه نتاع العشيه اليوم باش نقص نلقاهم روحوا في المنزل سكروا القشيط مشيت لاستاد زويتن قلت بالك المنزل روحوا قاعدوا في زويتن زاد زويتن مسكري على ان الاربعه يحكيهم انا مشيت الاربعه نتاع العشيه قبل بساعه ونص خيط مسكري والله ولا شي غلط في قشيط لا والله قال لي غدوه ارجع غدوه ارجع معناها غدوه ارجع غدوه تقلقت منها دخلت الكوره ارجع غدوه مستغرب قلقت على خاطر مشيت في القشيط قلقت على خاطر في البلاغ حاطين الخمسه ونص وانا معناها ساكريفيت وقت من نهار البلاغ هذاك عملوا جماعه المارشينوار انت مش فاهم اليوم ورا الباركور ورا الغابه هو الماتش عمي المالي هذي هو جهاد ماتش لالي نتاع تونس ومالي نهار الجمعه القصان نتاع الروتور قبل بنهار نهار الخميس اش معناها نتصور فما مؤامرة شو الرسالة يحبوا يضرونا فما مقطع صورات قولي ليدي هذوكم المحتكرين اللي لو جا لهم قيس سعيد هما اللي خذوا التيكيات بالملح معمولين بالفارينة طيب يا اخي متقلق من نرجع غدوة وانت تونسي اي يا اخي انت باش عايك فيش عايش صحيح بلا يرجع غدوة انت مروان شنو اخويا القصان نتاع لالي نتاع الروتور قبل بنهار من ماتش لالي شنو معناه كونتر شكون كونتر مالي مالنا ومالهم نحن اخويا حلو مالنا ومالهم كونتر مالي اخويا ماشي الطرحه نبيل الحقيقه في تونس ليه برجولي قديش تقلست يا 35703 قبل بنهار 703 كاو بشخت 703 كاو بشخت يقص احمد ماشي الطرح لا علاش نتفرج في الدار انت شكون انا وبابا هكاك العادات نتاعكم عادتنا انا وبابا ليديا ماشي الطرح لا انا وعدت صحابي والعبيد اللي نعرفهم من كل وحتى الجامعه التونسيه اللي انا ماش باش نتفرج نبيل ما تعرفش انت ليديا وجهها مبروك ياسر على تونس ماتش الزاير شو عملت
دخلت في الوقت البونتو نتاع امير سعيود وقت الشوطه اللي دخلت يبارك فيك هو ما شاء الله لي يحب يركبها لك اللي انت حارشه اتونسيون ماتش مالي شعمل دقيقه 85 واحنا خاسرين انا دخلت زيدونا الثاني لا لبيت القص قبل الله عادي لي زيدونا الثاني مروان ماشي لترح كان قاعدوا لي تسكر هو اللي يبيع وهو بده يقلد قيس صحيح وهو يعمل كل شيء جميل خاطر خارجين بعد الاحتكار هذا خلاص اسمه سحر قلت نعمل كل شيء عليت البار كيما نبيل عمل نتاع البلاص احسن ديكور في تاريخ البشريه أضخم أضخم. لا مش بشريه لا بقدرة ربي جايب في المجرة حقا برسمك كمان تروح شين برسمك بالله شين برسمك شفاه ليه شين برسمك حسب شقولك عديني دابوس برس لحنينة بيه برس العزيزة هي وعبيت نحات قول والله ما عاش يمشي هو مالا برس لحنينة ورسمي تنحي بيه يا اخوي اسمعني انا في الجروب تاو متاع واتساب تاع تاع بلاس متاعنا بسرعة نبيل اي هاو بسرعة البروديكتور قال لي راو انتاج فيرتيكو فيلم هي راو انتاج فيرتيكو فيلم خاطر انا مانيش خالص في الترونش الثانية نجم نخلص بوساع عادي دونك جسفير هاك مريقل سليم اميرة مريقلين جاكم باهي خلاصك فني دور بوتي لا مرسي عليك جهد نحب نعود كلمة فيرتيكو فيلم خاطر نحب قول نحب نخلص جهد شكون منتج العمل سؤال وجيه انا كنت نستنى فيه وخليته الاهم لقنا خاطر نصور بيك توا صحيح اذا هذه سيت كوم البلاس سيبث على قناه التاسعه من انتاج فيرتيكو فيلمز اخراج زيد لي تاي برافو تنشيط اذاعي ولا مش تنشيط اذاعي سحر ستة دقائق اغنيه نعملوا بهم ترتيح باش نبداو سحر فاش تتميز نعملكم فازه هكا كالجو بالامواج كامواج اذاعه اي في باش تعدى بيناتهم نحبكم جد تتفاعلوا معايا احنا باش نتفاعل نبيل يعني نحيل لك ولا نسمعوك نحيل لنا ديسكسيون واتساب تاع جاي ادعو ان شاء الله الموج ما يقلبهاش اي نبيل نحيل ديسكسيون مع سيرف جهاد بلاش تليفون نسمعوا سحر احمد لاشي من ناحيه تليفون ولا من حبيت نصورها انا تليفوني نحكي بيه مع سحر مش عازب بنتي سمع يلا خمسة طفلة نبيل يلا خمس دقايق خلاص مسحر يلا سيدي هاي ليك الكلمة اي وين نقعد يلا سي سابيس كي جاجرا دون ميران دون تي تيغون كي فالار كونتيغو في كوتي ميرادا يستابا يمان دون بي موستا مي كامينو كي يوفوي توا تيه كامان امو امو المتال ادو غافوش de toi devient vital juste t'y penser je sens mon cœur qui va moi je ne suis pas dans mon état normal car ce que je ressens n'est pas très banal je sais que je pourrais très bien vivre avec ça despao heza unique oura hum shab bufeya oura hum shab bufeya heza unique oura hum shab bufeya o barika ya O despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acordes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acordes si no estás conmigo. Ritmo manaraf win. Pam 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 pam. لحظة ما بينو مين. Pam 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 pam. في حومة باب الخضراء ولا في EFM ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كانت خاصة في نوفيل جينيراسيون الله خوذة خوذة مكعازة بنتي من غير انستري ولا مكعازة سحر مخطوبة معرسة كذا اول متحرش اندبندنت وومن مخطوبه معرسه ولا تحرش حقك صعبي لازم تعرف انت عبيد ما تتعديش مش شلغمك يعبيهم خده وقيد مش تحرس وليت تعنق من الفريجيدرات في دارك سيفي فيه منشط اش تقول لي باش شلغمك منشط سحر هاي عندنا ضربه اخرى ولا ضربه اخرى هي قالت فازه كبيره حبيت نمشي فرد شون ليكسيكال عفسه ديريكتومون انا موجه اخرى كيما تحب اي يعطينا موجه اخرى سحر هاي ايش حاب تسمع نبيل هاي الحقيقه نتاع ربي احنا نسمع سيدا للرياح انا كثير في وكر انا مش دروب نسمع التعليل قديش سمعتنا سحر
قديش سمعتنا اي ليلى اختار على روحك الغنيه نبيل كلمه ختام وترتوس حر لقات الغنيه يلا محليكم محلي جنوب جينيراسيون والله توحشكم الكل والله الكل كل كل من غير ما نسمي انتم تعرفوني مرجنا بالتليفونات قدره ربي قدره ربي باش تتفرجوا في حاجه مزيانه برشا برشا باذن الله ان شاء الله ربي يجيبنا في الصويب وربي يعين الناس الكل اللي معانا واللي قبلنا واللي بعدنا ونقعدوا ديما نتعلموا حتى 30 سنه اخرين رانا نقعدوا نتعلموا جيت شيرني كلمه ختام ثم نختموا مع سحر تغني لنا ميرسي بوكو على الاستضافه هذه ديما نجي نعمل جو انا بحذاكم ميرسي للزيكيب الكل اللي خدمه رمضان السنه سيزون صعيبه على الاخر خارج الكوفيد واوميكرون ودلتا وبرشا موديلات ان شاء الله العباد اللي تعبت ترى تعبها ان شاء الله الناس ان شاء الله الناس اللي تعبت رمضان السنه ترى تعبها ومن خلال تعليقات الجمهور ان شاء الله زاد يقف معنا راهو سيزون صعيبه على الاخر البلاس على قناه التاس على انتاج فيرتيجو فيلمز اخراج زياد اللي تايم مستنيكم ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق شبيبه الكل كان ما كانش على الوطنيه واحد مباشره مع عبد الحميد بوشناق وان شاء الله ربي يوفق كل الاعمال في شهر رمضان صح الراي يلا سيدي عنا دقيقه هاي اوكي من اجل تونس اوكي يلا لا هادي نوار عطشانت لاجي قدر التين من السماء تراجي بالفاس نهدم على الجبل اللي مسامح التوعاجي كان هالسن الماء فرت الزريعة تصنع من لحوم ماشي أبو شكرا برافو عيني قلوبك ربي كل حاجة مثيلة شمال بريت وين أريت دبيل والله عيني قلوب فسخول والدرجين متاع البلاس غالية عيني قلوب يغزر لك عيني قلوب يلا كلمة كتير سحارة عندك شو تحب تسلم بسرعة جس نحب نقول تابعوني على انستا ويوتيوب وفازيت عندي برشا فازيت جديدة سحارة مزيد وفما بيت باند جديدة حلت ما عارف نعرف نحكي بالوقت تصرف فما بيت جديدة باند جديدة قاعدين نخدموا عليها دونك تلقاها على انستغرام وفيسبوك فازيت جدد وان شاء الله الناس كل جيد يلا شحاب تقول اذا كان بالحق باش تستحسن عن اس 2 في البلاص والله مرحبا بك سيزون 2 والمخرج زياد يعمل لك سوم يعمل لك سوم طيار والله هيك شفتوا لي حلقتين زاروا معكم بخير شكرا الناس كل اللي تابعتوا برافو شكرا الناس كل اللي تابعتونا في 9:10 نتاع الليل مروان عندك كلمه بسرعه وقتين نحب نعمل سبيسيال ديديكاس الملك ميدوني قاعد يسمع فينا توا في رواد نقول له دقيقتين ونكون بحذاك ومروان ماك يا معلم اي وبلاي زاد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد النجاح التويتي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 13 لكل عام وهو حي بخير وان شاء الله نشوفوك كورجي كبير كورجي دمدوم ياسر هذا ان شاء الله عيد ميلاد سعيد كل عام وهو حي بخير قبل نهار اثنين في نفس التوقيت الى اللقاء تشاو تشاو